عليها تفوت هي استقبال استقبال بيتي أحلى استقبال ذوقي أعلى استقبال قعدي بتغلى بأحلى بيوت الآن من استقبال حسومات 60% على السجاد بيتي أحلى بيتي أجمل مع استقبال طابت أوقاتكم نشرة أخبار الثانية والربع من صوت لبنان مع تحيات ريتا أسعد والمخرج سيمو مصور البداية مع العناوين استذكار إعلان حقوق الإنسان واللبنانيون في الحضيض ميقاتي العائد من مصر طلبنا الغاز بصورة عاجلة الدولار عند مستوياته المرتفعة والتضخم إلى تصاعد إيران على إدارة بايدن التخلي عن سياسة الضغوط قرب فصل الشتي والبرد ما إلكن إلا شركة عادل بو حبيب وشركاه الاختصاصيين والأوائل بموضوع التدفئة والشفاج من أكثر من 50 سنة وكلاء حصريين لأهم وأجود الشركات بمجال التدفئة والطاقة الشمسية والتبريد وأهم ماركة دوديتريش الفرنسية مع ضمان التوفير لغاية 30% بالمزود والغاز والكهرباء شركة عادل بو حبيب وشركاه رائدي بمجال التدفئة الأرضية فلور هيتينج وهي وكيلة ماركة هينكو البلجيكية الأولى بأوروبا الأسعار مدروسة والصيانة بعد البيع متوفرة شركة عادل بو حبيب وشركاه جديدة المتن نهر الموت مقابل جسر السيتي مول تليفون 01-87-00-87-01-87-00-82 أو 94 بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة تنظم شركة نخال بالتعاون مع طيران الشرق الأوسط وبيجاسوس إيرلاينز رحلات مباشرة إلى تبليسي في جورجيا وإزمير في تركيا مع خيار واسع من أفضل الفنادق بأفضل الأسعار رحلات سياحية، أسواق الميلاد، استثمار، كازينوهات وإمكانية الحجر للمتابعين إلى السعودية لمزيد من المعلومات نخال 01-389-389 أو نخال.com يحتفل العالم اليوم بالذكرى 73 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان شرف لبنان أن يكون شارل مالك من واضعي أسس هذه الشرعة ومن سوء حظه أن ما أراده للبنانيين لم يتحقق لبل ازداد اللبنانيون بؤسا وفقرا وفقدوا حقوقهم الإنسانية في العيش الكريم في ظل سلطة من الفاسدين تلتف بغطاء السلاح غير الشرعي ولا تخجل أن تستذكر هذا اليوم بإنجازات وهمية رئيس الجمهورية قال إن لبنان متمسك اليوم أكثر من أي وقت بمضامين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبنوده وهو يناضل من أجل تكريس احترام هذه الحقوق وصيانتها وهو لطالما آمن بها في هذا الجو رتبت زيارة الرئيس نجيب ميقاتي إلى مصر أوراق الملفات الحياتية وفي مقدمها الكهرباء مع تكرار ميقاتي طلب الدعم المصري في مجال الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء بشكل عاجل في حين أن الأوراق السياسية متشابكة تنتظر جهدا من القاهرة لترطيب الأجواء العربية وخصوصا اللبنانية الخليجية الحكومة لن تنعقد لا في المدى القريب ولا المتوسط ورغبة من الرئيس ميقاتي في تجنب الاشتباك السياسي مع الثنائي الشيعي الذي يبدو أنه فتح جولة جديدة من الهجوم على القاضي طارق البيطار مع التشكيك بالمجلس العدلي ما يؤشر إلى استمرار التأزم وسط هذا الجمود استمر الدولار عند مستوياته المرتفعة
مؤازراً اللولار المنتشم المنتعش بالتعميم الذي رفع سعر الصرف إلى 8,000 ليرة. المحامي والباحث الاقتصادي الدكتور أديب طعمي نبه في حديث لصوت لبنان من خطورة قرار مصرف لبنان، وقال إن اللولار يؤثر سلباً على الفريش دولار وسيزيد التضخم بعد طبع العملة المحلية بشكل أكبر. مصريات الناس ودائعهم بالمصارف هن دين الدين تبع المصارف، مصرياتهم بالمصارف الودائع هن دين الدولة. كل ما تبخروا هالمصارف الودائع، كل ما خفض دين الدولة، كل ما انخفضوا ديون المصارف. يعني عم نطلع بهالمرحلة عم بينطفوا ميزانية المصارف، عم بينطفوا موازنة الدولة. بالآخر نطلع من هالمرحلة مرحلة الكورونا، بيتفاوضوا مع صندوق النقد، هن حصلتا يعني صندوق النقد شو بقلها؟ بقلها بتعمل 3 إصلاحات أساسية. أول شيء حماية الحدود يلي من المستحيل تعملها بوجود حزب الله. ثاني شيء مسألة السلاح يلي ما عندها سلطة تقوم فيها بوجود حزب الله. ثالث شيء خط خاصية المرافق العامة، محاضرين هالكتلة النقدية الدولارات يلي برات لبنان تيرجعوا يشتروا هالمرافق العامة. هون بنتفقوا بشغلتين. أول شيء بيرجعوا هن بسيطوا على الاقتصاد، هذا الاقتصاد الحر لألون، يعني اقتصاد 1% من الشعب اللبناني حاكم 99% فقروه. وثاني شيء بيحموا مصرياتهم، يعني هن الحاجز تبعهم هلا الصوت تبعهم هن العقوبات على مصرياتهم من برا. وزير العمل يؤكد أن العامل اللبناني أولوية بالنسبة إليه، ويرد على منتقديه بعد قراره حول تشغيل الفلسطينيين. والتفاصيل مع تريز الخوري. اعتبر وزير العمل مصطفى بيرام أن القرار المتعلق بالفلسطينيين ليس جديداً، إنما الجديد فيه هو توسيع النسب. بيرام اعتبر أن اللغط المثار حول الموضوع هو سياسي بامتياز. وزير العمل لم ينفي انتماءه السياسي، لكنه أكد في الوقت عينه أنه في الوزارة يعمل من منطلق وطني ولا تدخلات سياسية في عمله، كما شرح بإسهاب في مؤتمره الصحفي قراره المتناسق مع قرارات الوزراء السابقين، ولم يضف عليه شيئاً سوى زيادة النسب. القانون اللبناني يمكن قبل ما أخلق القانون اللبناني بيقول له للفلسطيني عليك إجازة عمل مثلك مثل أي أجنبي، لكنك أنت لأنك موجود في لبنان معفى من رسوم إجازة العمل. هي أنا عملتها؟ لا، القانون اللبناني اللي عملها. القانون اللبناني عاطي للفلسطيني خصوصية بالضمان الاجتماعي، مش أنا اللي عملتها، مش أنا اللي سويتها. ليش عم بيعطيها المشترع اللبناني؟ لماذا؟ لأنه الفلسطيني موجود في لبنان. طيب صار في هجرة للعمالة الأجنبية من لبنان، يحتاج السوق اللبناني العمالة، كيف بدي سدها؟ عبر أولوية العامل اللبناني. كيف مهدت لها؟ عم تفرجيكم البروسيدور اللي اتبعناها والمنحة الذي اتبعناه. عملنا التعميم، هيئنا الذهنية انه خلص الأولوية للعامل اللبناني، أكدناها بهذا القرار وزدنا النسب. هذا الجديد. رئيس مجلس العمالي العام في حزب الكتائب الدكتور زياد كعدة وفي حديث لصوت لبنان أشار إلى أن قرار الوزير جائر ويضرب القطاعات كافة ولا سيما القطاع السياحي. إذا أخذنا خانة اللاجئ الفلسطيني والنازح السوري، عندهم مساعدات عينية منها غذائية، مرضية، مدرسية، مالية إلى آخره. أما العامل اللبناني ما عنده شيء، متروك، لا عنده مدارس ببلاش ولا عنده طبابة ببلاش ولا عنده أي حوافز ومقومات الصمود. هيدا بيعني أنه إذا اللاجئ أما النازح بده يجي نفسه على هذه الوظيفة حكما رح يقبل بمعاش أوطى بكتير، لأنه عنده حوافز تانية اللبناني ما عنده إياها. إذا هو حتى عطى مثل على القطاع السياحي أنه 3 موظفين لبنانية نحط بوجههم 3 أجانب أول 2 فلسطينيين. هذا وكان وزير العمل وفي رده على سؤال لصوت لبنان نفى نفيا قاطعا علاقة القرار بالتوطين، مشيرا إلى أنه ضد توطين الفلسطينيين في لبنان ومع إعادتهم إلى أرضهم. من وزارة العمل تريز الخوري، صوت لبنان. حياتيا، المحروقات سجلت ارتفاعا جديدا، وأصبح سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان 317,600 ليرة، أي بزيادة 5,400 ليرة. البنزين 95 أوكتان 308,000 ليرة، بزيادة 5,800 ليرة. والديزل أويل 321,100 ليرة، بزيادة 20,900 ليرة. وقد ردت مصادر نفطية هذا الارتفاع إلى طلب مصرف لبنان من الشركات المستوردة للمحروقات تأمين 15% بدلا من 10%، وبسبب ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء.
موزعو المحروقات استنكروا تعميم المركزي تسديد 15% من قيمة الفاتورة نقداً بالدولار، واعتبروا أنه يشكل نهاية للقطاع النفطي. ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرة شرح لإذاعتنا التداعيات. صادر عن مصرف لبنان بالارتفاع 10% لل15%، نحن منعتبره كموزعين وكأصحاب محطات بعملية إفلاس للقطاع وعملية إفلاس للمواطن اللبناني، لأنه اليوم مصرف لبنان ومين في وراء مصرف لبنان ما بيخلوا المواطن يكون مرتاح. بالأسبوع الماضي شفنا انخفاض على مادة البنزين ولازم الانخفاض يستمر. مصرف لبناني بياخد قرارات كرمال ما يكون المواطن مرتاح، منحكيها بكل صراحة، ولا أصحاب المحطات ولا الموزعين، لأنه اليوم نحن 10% مش عم نقدر نأمنهم. 10% سببت ارتفاع بأسعار الدولار بالسوق، 15% شو بده يصير؟ وبعد ما حدا بيعرف وين رايحين. بدنا نسأل مصرف لبنان وين اخذ هالبلد بعد أكتر من هيك؟ الشعب اللبناني ما بقى بقدرته يتحمل، كفى كفى إذلال، كفى شحار وتعتير، ما بيصير هالشيء اللي عم نشوفه واللي عم نلمسه. نتابع نشرة بعد الفاصل وفيها: هل يستنسخ أوميكرون سيناريو دلتا؟ متحورات الدولار وأوميكرون تفتك بالجيب وتهدد بالتفشي، وأي دور للوكالة الوطنية للدواء في ضبط السوق؟ النائب الدكتور فادي عليمي يرسم توقعاته السياسية والصحية، والدكتور عبد الرحمن البزري يشرح الإجراءات لمنع إقفال البلد، والخبير الاقتصادي الدكتور وليد أبو سليمان يحذر من رفع سعر الدولار المصرفي. ضوء من بيروت ترنم مع السيدة ميشلين أبي سمرة ونيل الحلو، صحفية من بلادي، ضمن اليوم السابع السبت 9:30 صباحا وبإعادة 9:30 مساء من صوت لبنان. لفت رئيس الجمهورية خلال لقائه نقيب الصيادلة جو سلوم إلى أن البطاقة الدوائية من شأنها أن تساهم في ضبط الأسعار، ومن هنا وجوب إقرارها، مشيرا إلى أن نقابة الصيادلة هي الجهة الضامنة لقطاع الدواء، وهي تكفل إيصال الدواء بالجودة والنوعية والسعر الرسمي. النقيب سلوم لفت من جهته إلى أن مجلس النقابة الجديد يخوض معركة كرامة المواطن والصيدلي معا، حفاظا على الهوية اللبنانية المتمثلة أولا بالهوية الدوائية. في جديد متحور أوميكرون، الأخصائي في أمراض الجهاز التنفسي والعناية الفائقة والمدير الطبي في مستشفى أوتيل ديو الدكتور جورج دبر علق على وصول المتحور إلى لبنان مستبعدا تكرار سيناريو دلتا، ومما قاله لإذاعتنا: ما بعتقد رح يتكرر السيناريو تبع الدلتا، حيث في عنا أول شيء 34% من الشعب اللبناني مطعم، ما في برهان انه اوميكرون بيتخطى مناعه الطعوم الموجوده، وفي عدد من الاشخاص حصلوا على المرض وعندهم مناعه، في عدد من اللبنانيين عندهم مناعه صار تقريبا 50% من الشعب بين المطعمين اللي اخذوا المرض، وهالمرض ما بيتخطى المناعه الموجوده من البكتيريا. اللي مشدد عليه هو انه الاشخاص الكبيره بالعمر عمرها فوق 60 سنه تاخذ جرعه ثالثه من اللقاح لحتى يكون عندهم المناعة الكافية ووعوا المناعة القديمة اللي أخذوها من أول جرعات من اللقاح، حتى يكونوا ضمن عندهم هالمكونات تجيبوا هالفيروس إذا انوجد. قدرت المستشفيات تحملوا أوميكرون مثل ما هي قدرت المستشفيات تحملوا دلتا، ونحن اليوم مشكلة عنا هي بالبلد هي دلتا، والعدد اللي عم تشوفوه يزيد هو هيدا دلتا. المستشفيات عندهم وضع أسوأ من ما كان حدث هذيك السنة واللي قبلها، وقت بلشنا كان الاقتصاد والأشخاص موجودين، يوم الاقتصاد منهار، قوة الشراء تبع المستشفيات بالعمل الصعب كتير ضعيفة، والجهاز التمريضي نصه فل، والطب بركة تبته فل، وأنا ما بعتقد رح نوصل للمشكلة اللي كنا فيها من بعد عيد رأس السنة هذيك السنة.
وبهدف بحث السبل الوقائية خلال فترة الأعياد، اجتمعت نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري مع لجنة متابعة فيروس كورونا والوزراء المعنيين، وتفاديا لأي إقفال طالبت النقابة من الدولة أولا أن تضرب بيد من حديد كل مخالف، ومن أصحاب المؤسسات ثانياً أن يكونوا ضباط إيقاع في تطبيق الإجراءات الوقائية والالتزام بنسبة الاستيعاب بحسب تعاميم وزارة السياحة. أعلن وزير الاتصالات جوني القرم أن محطات إرسال عائدة لشركة ألفا تتعرض إلى عمليات سرقة منظمة، ما يتسبب بأضرار تنعكس سلبا على أداء الشبكة وينتج عنها انقطاع كلي أو جزئي في خدمات التخابر الصوتي والإنترنت عن آلاف المشتركين. وطلب وزارة الاتصالات من الجهات المعنية والأمنية والقضائية بالتشدد في مكافحة هذه الظاهرة الشاذة. أعلنت الهيئة التأسيسية لنقابة العاملين في المستشفيات الحكومية اللجوء إلى الإضراب الكلي التام في حال عدم شمولهم بالمرسوم الجوال المتعلق بالمساعدة الاجتماعية المالية والمقدرة بمليون ونصف المليون ليرة كحد أدنى. في الأخبار المتفرقة أيضا، وفي تجربة هي الأولى في تاريخ وزارة الداخلية، أجرت لجنة المزادات العلنية لبيع أرقام لوحات الآليات المميزة مزادا علنيا بناء لتوجيهات الوزير بسام المولوي لبيع 3 أرقام مميزة، وذلك بحضور 46 مزايدا كانوا قد تقدموا بطلبات مشاركة. وبلغ حاصل بيع الأرقام المميزة بنتيجة المزايدة العلنية 5,700,000,000 ليرة على أن يصار إلى استيفائها لمصلحة الخزينة العامة. نقلت شبكة CNN عن مسؤول أمريكي أن تشديد العقوبات على إيران هو إحدى خطوات إدارة الرئيس جو بايدن في حال فشل مفاوضات فيينا. ورأى سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة أن إيران لن تتخلى عن برنامجها النووي إلا إذا واجهت عقوبات معوقة وتهديدا عسكريا. ألغت غرفة الاستئناف في محكمة لندن العليا الحكم الصادر برفض تسليم جوليان أسانج مؤسس وكالة ويكيليكس إلى الولايات المتحدة التي تريد محاكمته على تسريبه كميات هائلة من الوثائق الرسمية. وقال القاضي البريطاني إن على القضاء أن يبت من جديد في طلب السلطات الأمريكية تسليمها أسانج. دشنت في البحرين كنيسة تحمل اسم سيدة الجزيرة العربية، وهي الأكبر في الخليج العربي وتتسع لنحو 2300 شخص، وحضر حفل التدشين شخصيات رسمية ودينية بالإضافة إلى عدد من أبناء الجالية اللبنانية. والآن إلى الأحوال الجوية. الجو غدا قليل الغيوم بسحب مرتفعة وارتفاع إضافي ومحدود في درجات الحرارة. إذن كان في النشرة: استذكار إعلان حقوق الإنسان واللبنانيون في الحضيض، ميقات العائد من مصر طلبنا الغاز بصورة عاجلة، الدولار عند مستوياته المرتفعة والتضخم إلى تصاعد، إيران على إدارة بايدن التخلي عن سياسة الضغوط القصوى. بهذا نصل إلى ختام النشرة، شكرا للمتابعة.